الكنافة بتاعتي ببتدي احمرها هنا واحدة واحدة. وأقلب كده وابتدي احمر فيها واحدة واحدة لحد لما تبتدي لونها يتغير، وابتدي كل شوية اقلب فيها لحد لما لونها يكون ذهبي. وعندي شربات بتاعي اهو ابتدى يغلي، وعملت الكريمة ودخلتها التلاجة. هطلع فاصل سريع وارجع لكم نكمل تشيز كيك مع بعض، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، وعندي الكنافه اهي ابتدت تتحمر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفضل نقلب فيها لحد لما تبقى لونها متحمر كانها دخلت الفرن. لو حد مش حابب يفضل واقف كده جنبها زي ما انا عامله، احنا بنفضل نقلب فيها لحد لما تتحمر خالص. لو حد حابب ينجز هيحط عليها السكر البودره والسمنه والزيت، ويعمل طبقه كنافه في صينيه التشيز كيك ويدخلها الفرن على 180، تقعد 20 دقيقه تستوي وتطلع يسقيها شوية شربات وبعدين يسيبها تبرد وبعدين يبتدي يعمل الطبقات بتاعته عادي. لو حد هيعمل زي كده هيطول شوية بس هيبقى طعمها كأنها رز كده، تبقى مفلفلة أكتر، بتبقى أحلى من كتمة الفرن، بتبقى أحلى أوي أوي أوي. بس لو حد ما عندوش وقت ممكن عادي يستغل إن يعملها في الفرن وبرده هتطلع حلوة أوي. بصوا هي بتقعد تغمق كده كل شوية، هوطي عليها شوية عشان أشتغل في الشربات وهسيبها تتحمر. بقلبها كل شويه تقليبه كده. احط على الشربات بتاعي غلي خلاص، اديله بقى العسل الجلوكوز دلوقتي، واديله عصره الليمون، واسيبهم يغلوا غلوه واحده تاني، واديله كمان عود القرفه اللي انا عايزاه ينكه الشربات بتاعي كله بيه. بصوا اقلب كده كل شويه، نقلب هتلاقوها كل شويه عماله بتقلب بيش كده معاكم شويه. نفضل نقلب فيها كده، ما نسيبهاش بس تلسوع، كل شويه هنلاقيها بتغمق. اهم حاجه بس ما نروحش يعني نروح نعمل الشربات والكريمه ونسيبها بقى تتحرق، لان دي في الاخر كنافه متفتفته هتقعد ثانيه مع النار لوحدها هتقلب معاكم زي الشعرية. لما نقعد نقلب فيها بتستوي صح، لما بنسيبها بتلسوع، ده طبيعي. فعايزاكم بس ايه تقعدوا تقلبوا فيها كده. بصوا طبعا ده اللون اللي المفروض نوصله في كل الطبقات كلها، يكون لونها ذهبي غامق سنة كده داخل على البني. وهنعمل ده يا اما هنعمل ديسك كده من الكنافة، طبقة كنافة عريضة، وندخلها الفرن. هنقلب الكنافه في بوله ونحط عليها سكر البودره والعسل، السكر البودره والسمنه والزيت، نقلب كل ده مع بعض كطبقه كنافه، وبعدين نجيب صينيه التشيز كيك ونقعد نكبس كده طبقه من الكنافه، ندخلها الفرن على 180 تعمل معانا ديسك كنافه كده. لما تطلع نديها شويه شربات وندخلها الثلاجه تهدى، عشان دي تشيز كيك كده كده هتحتاج تدخل فريزر عشان تطلع معانا طبقات. لما تهدى احط الكريمه، مش اول ما احط الشربات احط الكريمه فيروحوا الاثنين سايحين على بعض. التشيز كيك دايما بيبقى الصعوبه فين؟ هي طبقات، ولازم كل طبقه وطبقه افصل في الثلاجه الطبقات في وقت 10 دقائق ربع ساعه، افصل حاجه تجمد عشان اقدر ادهن الطبقه اللي فوقيها. هقلب كده عندي دلوقتي الشربات بتاعي خلاص خلص، هسيبه يبرد. وهعمل ايه؟ هديله رشة الفانيليا اللي انا حابة انكهه بيه. بصوا بقى اللون بتاعه هيبقى هايل ازاي دلوقتي، هيقلب لونه كده بيش حلو قوي، وريحة الفانيليا مع القرفة هتعمل معاكم ميكس للشربات مختلف تماما عن الشربات العادي. وهنفضل نقلب في دي كده كويس قوي. بصوا لون الشربات، بسيبه يسقع طبعا بقى في التلاجة، وممكن نستخدمه في حاجات تانية يعني مش بس في التشيز كيك، لو احنا عاملين في اليوم ده كذا نوع حلويات. الريحة عندي خطيرة، لان الفانيليا لما عملت ميكس مع القرفة عاملين ريحة كده رهيبة، واللون بتاعه رهيب جدا جدا. المفروض ان انا استخدمه امتى؟ المفروض استخدمه اهي
هفضل اقلب فيها لحد لما اوصل للون ده. انا عشان الوقت مضطرة ان انا ابتدي بقى اعمل الطبقات بتاعتي، هتفضلوا تقلبوا في الكنافة لحد لما توصلوا اهو للون ده. بصوا هتبقى شربت معاكم السمنة والزيت نهائي، مش هتحسوا باي دهون، هي هتبقى ماسكة فيها. وهتفضلوا تقلبوا زي ما انتوا شفتوا من الاول للاخر، كانت فاتحة وكل شوية هتقعد تغمق معاكم. هتعلي درجة الحرارة قوي عشان تنجزي، هتلسوع معاكي وهتعمل كلكعة ومش هتبقى مظبوطة خالص. هتظبطي ان تبقى درجة حرارة متوسطة وتقعدي تقلبي كده زي ما انا بعمل، هتظبط معاكي وتطلع مفلفلة. انا سامعين الصوت ده؟ لازم انتوا بتقلبوا تبقوا سامعين الصوت ده، صوت القرمشة دي، حاجة بتتحمر بس ببطء بهدوء. يا اما هتدخليها الفرن كطبقة على 180، هتطلع معاكي كده في الاخر. وهنبتدي نشتغل دلوقتي على الطبقات بتاعة التشيز كيك. عندي صينية تشيز كيك وحاطة فيها ورق زبدة، حلو كده، على شكل دايرة، علشان لو انا عاملاها شكل مستطيل يبقى بقطع ورق الزبدة على شكل مستطيل، عندي الشكل الدائري يبقى انا بقطع شكل دائري، حسب الصينية بتاعتي شكلها ايه. بجيبها واروح حاطة الورق الزبدة هنا واقطع فوقيها عشان يبقى نفس السمك بالظبط ونفس المقاس. بعمل كده، اتأكد بس ان هي نازلة لتحت كويس، وانزل الكنافه بتاعتي بعد ما بردت، ما استخدمهاش وهي سخنه، لازم تبقى بارده. واعمل كده التشيز كيك. طبعا من الحاجات اللي بتحتاج وقت فاضي، يعني هنا في وصفات بقول لكم بعملها لكم عشان تعملوا وصفة حلويات حلوة ما تاخدش معاكم وقت. التشيز كيك من الحاجات اللي بتحتاج تستنوا من الحاجة من الوصفة للتانية من الطبقة للتانية، مش حاجة بتخلص في دقيقة خالص، مش سهلة يعني، بتحتاج وقت وبتحتاج صبر ان الحاجة تبرد بين الطبقة والتانية. بكبس كده كويس بس بأي حاجة، بكوباية، بطبق، بأي حاجة. اكبس الطبقة دي كده، واديها بقى الشربات الهايل بتاعي اللي واخد ريحه القرفه، واخد ريحه الفانيليا. المفروض بقى بعمل ايه، ان انا بدخلها الفريزر تقعد ربع ساعه علشان تعملي طبقه جامده، ربع ساعه 20 دقيقه تعملي طبقه ناشفه، عشان لما اجي افرد عليها الكريمه اقدر افرد ما تطلعش معايا الكنافه لفوق. اعمل كده، احنا كده حمرنا الكنافة وعملنا الشربات اللي المفروض اسقيها على طول اول لما اخلص، يعني المفروض ان انا بخلص تحمير الكنافة بعدين بسيبها تبرد حاجة بسيطة عشان اعرف افردها بايدي، وبعدين بسقيها بالشربات البارد، مش الساقع، مش الساقع قوي، بارد ومش السخن اللي هو زي ما انا عملت كده دلوقتي. انا عملت الشربات استخدمته، لا انتوا المفروض تسيبوه يهدى شويه وتسيبوا الكنافه تهدى شويه، وبعدين بتدخلوها الفريزر تجمد ربع ساعه عشان تبقى عامله طبقه بسكوت ناشفه كده، وبعدين نبتدي نكمل الوصفه مع بعض بعد الفريزر.